سوق القيصرية هو من أقدم أسواق أربيل وواحد من أهم المعالم التراثية والتاريخية التي يعود تأسيسها وتاريخ تشييدها إلى عهد الإمبراطورية العثمانية، أي إلى ما يقارب 9 قرون. ويقع هذا السوق في قلب المدينة بالقرب من قلعة أربيل، وهو مدرج على قائمة التراث الثقافي لمنظمة يونسكو بهيئة قيصرية أربيل سنة 1231 إلى 1202 هجرية، بعدما قام الحاج صالح والحاج محمود بالتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وفي الطريق يتجولون في مدينة دمشق السورية ويلقون نظرة على سوق الحميدية الذي يعتبر سوقاً تجارية كبيرة ومنظمة، وكانت مبنية على الطراز الخان الجزيري، فأعجب بها الحاجان بشكل كبير. وعند عودتهما إلى أربيل قاما بتأسيس سوق القيصرية بنفس طراز سوق الحميدية، ويمتد هذا السوق على مساحة واسعة جداً، ويتكون من عدد من الأزقة المتداخلة، وتزدحم هذه الأزقة بأعداد كبيرة من المحلات التجارية ومحلات الحرفيين، ويعتبر هذا السوق من أهم النقاط السياحية التي يستطيع أي زائر لأربيل أن يفوت زيارتها للتسوق وتمضية وقت مميز داخل هذه القيصرية الأثرية. ويضم هذا السوق مختلف المنتجات الشعبية هناك تنوع كبير من حيث أصناف المحلات المتخصصة ببيع أنواع مختلفة من البضائع والسلع والحاجيات والمواد الغذائية، مثل الأقمشة والمصنوعات اليدوية والشعبية والألبسة والتحف الفلكلورية والكماليات وغيرها بأسعار مميزة. يتألف هذا السوق من قاعة واسعة مرتفعة ومتشعبة، مما يجعل الزائر أمام مجموعات من التفرعات والمداخل التي تصل في نهاية المطاف إلى داخل أسواق القيصرية ومحلاته التجارية. ويحتوي سقف أسواق القيصرية على مجموعة من الفجوات التي تستخدم لإدخال التهوية والإنارة إلى داخل السوق، وقد تم مؤخراً ترميمها بشكل عمراني ملائم للطراز القديم بما يناسب كيفية بناء القلعة مع المحافظة على طابعه التجاري، وتلبي محلات السوق هذه احتياجات الزوار ومتطلباتهم. مرحبا، معكم هندرين خلاف ببرنامج جديد اللي هو برنامج مشاوير، واكيد رح نكون مع بعض بهذا البرنامج. رح نختار اليوم مشوار مختلف جدا اللي هو بداخل قيصرية أربيل، واخترنا هذا القيصرية لانه هو جزء من تراث اقليم كردستان، فخليكم معنا لحتى نروح مع بعض ونشوف داخل قيصرية شو فيها وشو هو الشغلات الجميلة بداخل قيصرية أربيل. مثل ما ذكرنا بالبداية، مشاوير هالمرة اختار انه يكون بضمن قيصرية أربيل او قيصرية القلعة كما ذكر من البداية، واكيد مثل كل مرة قيصرية أربيل او خلينا نقول قيصرية قلعة بتكون مختصرة اكثر، معتمدة اكثر على الاعمال اليدوية، ولكن نحن هالمرة اخترنا نكون بذكرى جدا قديمة واللي هي ذكرى مثلا خلينا نقول هزازة بيبي، يعني خليكم معنا لحتى نفرجيكم اكثر عن هي الهزاز. هذا من أقدم الهزات تبع البيبي كما بيقولوا، يعني إنه يعني صارت حديثة أكثر وصارت أجمل أكثر، ولكن ما زالت الأعمال اليدوية مستمرة لأنه ناس بتحب تعتمد على شغلاتها القديمة. ولكن خليكم معنا لحتى نفوت للجوة ونشوف كيف عم يعملوا هالأعمال، وما زالت الناس مستمرة تشتري من هزازات الخشبية. خليكم معنا، تعالوا. هذا النوعية القديمة صح؟ تمني كنا أوى؟ هو تقريبا والله 600 دبليو بعض أولاد كده فلوس. 600 زوزو قديمة. عم بيقول إنه عمر هي الهزة أو هزة البيبي عمره تقريبا شيء 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، والناس لحد هلأ معتمدين عليه لأنه هن عم بيشوفوا إنه الأطفال بيرتاحوا بهالهزة، مثل ما بتعرفوا إنه التكنولوجيا تقدمت أكثر والناس صارت تستخدم الشغلات التكنولوجيا، بس الشعب الكردي ما زال بيستخدم هزات الخشبية القديمة. فخليكم معنا لحتى نشوفوا كيف عم بيعمل هيك هزات
بعمله اليدوي وما زال مستمر بهذا العمل اليدوي مثل ما نحن ذكرنا. حاليا بمكان مثل ما بيقولوا النجاريه، فهالمره نحن رح نروح لمكان ثاني اللي هن كمان مو ما زال معتمدين على الاشياء التراثيه ولحد هلا هن عم بيستخدموا. هو صح خشبي بس قوي جدا للعمل مثل ما انتم بتشوفوا، يعني كثير نسوان بيعتمدوا على الحلويات المنزليه وخصوصا بالاعياد بالمناسبات، فهن بيعتمدوا كثير على هذا وما زالت الناس تستخدم وتشتري من عمل يدوي لحتى هن بيرتاحوا عليه اكثر. ف كمان البازار يعني بيعتمد مو بس على مكان العمل اليدوي وانما فيه محلات الحلويات وايضا صواغ وايضا كثير ملابس، كثير من الاشياء اللي موجوده ببازار القيصريه. خليكم معنا لحتى كمان نشوف بهالمشوار شو موجود، يعني مشاوير ما راح تخلص بهالمنطقه بس وانما راح تخلص بمناطق اخرى. تعالوا معي. لاحظنا شيء ثاني كمان وشيء حلو جدا، انه المكان فيه هون فخار، في وانا شيء صغير لاحظت عليه انه انت كنت عم تطبل على هذا الطبله، شو عم بتقوله؟ مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا، الله يخليك. الله ان شاء الله. حابه اسالك قبل ما ابلش بالشغلات القديمه اللي هون، صار لك كم سنه موجود ببازار القيصري؟ انت تعرف هذا بازار تراثي جدا. حاليا تقريبا 35 سنة يعني حاليا بهذا الكل. نعم، كنت اشتغل اصطمع المضخات المائية، بعدين غيرت شغلك للصناعة مالتنا، الشغلات التراثية القديمة نبيعها. نعم. طيب الناس يعني مثلا على شو أكثر شيء بتعتمد بشغلات التراث؟ يعني أنا أكثر شيء عم بشوف إنه الناس التراثية هسه مثلا احنا نبي الفانوسات قديمة، يعني ما لا الناس زعلت، الناس يشتغلون يخلوني الاستقبال أو من بالكردي اسم ديوخانة، واحد من يشوفه يذكر أيام زمان، ومثلا عندنا صوفات على الدين هاون، ومثل ما يقول فخار مال جدرية مال فخار بيسوي أكل بيها، والناس يعني خاصة السياح اللي مثلا أخواننا من جنوب من وسط يجون يشترون هالشغلات، وما جماعتنا هم يشترون، مثلا عندنا فخار هذا مال ماي قلازات وقاعدة مال قرآن مثل ما يقول شربات وقاصة، هاي شغلات احنا نبيع اللي عندنا دفوفهم نبيعها. هل الناس كثير صارت تعتمد على البرادات والتكنولوجيا؟ لانه بيقولوا مثلا هون جدا حار، برايك يعني الفخار قديما كان بيستخدمه لانه كان
كان المي بتضل باردة، فلحد هلا الناس عم تستخدم هذا. صحيح، لحد الآن الناس يشترون من هذا لأنه هذا صحي، أحسن من المي مقطر. أي والله أحسن من المقاطر، لأنه هذا يحيي المي مرة ثانية ويبرد المي هم. هسه دكاترة يجون ياخذون مني. والله يعني حب كان أبيع الحب كبير هذا ماكو. يخلي بالصيدلية اكو حد بالبيت يخليني، وهذا الماي اللي ينزل من جواها احسن من اطيب ماي انظف ماي هذا. نعم. في فرق كثير بين الماضي والحاضر، انت شو الفرق اللي انت شفته بخلال 35 سنة؟ والله حاليا الحمد لله والشكر تكنولوجيا تطورت، كل شيء تطور يختلف حتما، بس اكو شغلات القديمة بها فائدة احسن مني حاليا، مثل ما قلت لك مثلا ماي ومثلا شغلات مال الخبز يسوون الفرشاد، احنا هذا اللي يسوون لحد الان ما يشترون مثلا بالفرن هم يسووها، لانه بالقديم هم باقي يشتغلون. يعني برايك الجيل الجديد ما زال يستمر او مثلا ما زالوا عم يشتروا شغلات التراثيه القديمه؟ الجيل الجديد ما يعرفون صراحه، بس القديم يعرفون. هلا انا كثير بعتمد على الشغلات التراثيه. قول يابا احنا تحكي ابيض واحمر، ابيض يحكي، بس احنا لا شغلات مثلا هذا مال 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 الجيجارة قديم قبل 200 سنة 300 سنة كان اكو شغلة مثلا، وحد اللي حد نحكي يقول يا بعد مودن ما باقي. صحيح صحيح. وها وند مثلا احنا نبيع شغلات، ها يكون ناس هسه لحد الان يشتغلون بالهذا، ما يستعمل الماكينه مال الكهربائيه لانه الطعم ماله يتغير والماء ينتهي بيه، بس هذا لا الطعم ماله بيضل يعني. نعم نعم، هذا نصيحتك للناس انه نعم لحد الان الناس نسواننا القدماء مثلا عمره مثلا 50 60 سنه يستعمل هذا بالبيت هالهاول، مو مثل ماكينه قسم يشتري ماكينه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. عن جد يعني شيء شغل كثير حلو انه نحكي اليوم عن شغلات التراثي وخصوصا بكردستان، يعني الحمد لله والشكر. ما زالت الناس الحمد لله منطقتنا امنه وان شاء الله دائما يبقى العراق بالخير والبركه والامان ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. يمكن احنا هلا شفنا انه هو شاغل الفانوسه وشغلات التراثيه الجميله اللي نحن هلا عم نشوفها ببازار القيصريه، وعن جد حلو كثير، ويمكن نحن رح نضل معكم بهذا المشوار الجميل، فخلونا نشوف شو بداخل البازار اكثر واكثر. نحن هالمرة رح نزور شايخانة مام خليل، من أقدم شايخانات، يعني هالشايخانة خلينا نقول من عام 1952، يعني جدا قديم وما زالت الناس عم تجي لهون، وخصوصا كتير من شخصيات زاروا هذا الشايخانة. خليكم معنا حتى نشوف شو في جواته، ويمكن بالبداية انتو عم بتشوفوا انه هون فيه كتير صور، من الصور القديمة للصور الحديثة، وخلينا نقول يعني من الشخصيات السياسية والفنية، وأيضا من السواح اللي كانوا بيزوروا هذا الشايخانة، خلينا نقول بالكردي لحتى الناس كمان تعرف شو يعني الشايخانة، والمكان بيشربوا بيجوا الرجال بأعمار بالسن، الشباب بيجوا لهم بيشربوا شاي بيقعدوا يتونسوا، فضل تراث من تراث القيصرية ولحد هلا الناس عم بتزورها. تعالوا خليكم معنا. نحن رح نستمر مع ضيوف الشايخانة. السلام عليكم. عليكم السلام يا ألف هلا يا مرحبا. أنا رح أقعد معك، رح أسألك كم أسئلة. أهلا وسهلا. شايخانة مام خليل صار لك كم سنة عم تجي لهون؟ يعني ما شاء الله عليك عربيتك كثير منيحة. من أي منطقة؟ خمسة سنة. من أي منطقة؟ ويوميا من صلاح الدين تكريت. وعجبك هالمكان؟ شو اللي شفت فيه؟ لأن هذه يعني قهوة حضارية طيبة تراثية قديمة عمرها 80 سنة،
وناسها والجالسين هنا كلهم طيبين، مفكرين، مثقفين، عاملين. فحقيقة ارتاح نفسيا، وأنا حتى جبت من جماعتي ما يقارب بالعشرين واحد، يعني أنا اللي هيئتهم وقلت لهم خوش قهوة وخوش مكان وطيبة ووصولية انت بتشوف انه السنه تغيرت، يعني نحن يمكن سالنا اكثر من مره، شو الاختلاف اللي انت شفته بين الماضي والحاضر؟ والله الاختلاف، احنا جينا مهجرين وجينا تعبانين ولقينا موطأ قدم، راحه واستقرار وامان، وخاصه احنا بدورنا نشكر رئاسه الاقليم والاقليم كاكا مسعود اللي يعني استضافنا وخلانا نتحرك بكيفنا، نمشي بكيفنا كذا إلى آخره. شكرا. بس بدي أسألك سؤال، يعني ما أنت جيت على مكان تراثي وارتحت بمكان أنه بيرجعك لقديم، يعني أو مثلا خلينا نقول مثلا للسنوات الماضية اللي أنت مثلا كنتوا تحبوا تزوروا مناطق التراثية، ولكن في شغلة هيك ببالي، الشيء اللي على راسك هاي الطاقية، يعني هو يعني مثلا من شو، كيف يعني مثلا هلا في بعض الأكراد عندهم طاقية خاصة بالتراثية، يا ريت لو تحكينا عنها. والله هذه أنا عاجبتني قديم، وصيت ابن اخويا دكتور بغداد وهن قليلات يعني، فدور من اي تراث هذا؟ تراث يعني من زمن الملوك والمثقفين، يعني كانوا البغداديين خاصة يعني يلبسوها، المفكرين الطيبين الواصلين الى اخره، انه هي هذه حضارية قديمة. شكرا جزيلا لك. ممنون. شكرا على الكلمات اللي انت عم تحكي لنا عن التراث والشغلات الحضاري ايضا. طيبه وانت زينه وانت الحليه والمنمنمه. شكرا جزيلا لك، الله يخليك. المحلات المهمة والكثير مرغوبة بالقسطرية هو الكرزاتو، ونحن هالمرة راح نروح للكرزات، راح نفرجيكم شو شغلات كثير مرغوبة وكثير يعني كثير ناس بيجوا لهون لحتى يشتروها بأربيل خصوصا بالقسطرية. مرحبا، كيفك؟ مرحبا، يا اهلا وسهلا، تفضل. الصراحة في شغلات موجودة عندك وهيك يعني حابة أسألك عليه، نحن بنعرفها ولكن في بعض السواح ما بيعرفوها، هو من السماء. من السماء، من السماء. انتوا بتقولوا من السلوى. من السلوى، من السماء، احنا نقول من السماء. اها، طيب فين تحكي لي عنه؟ من وين اجى؟ كيف؟ شو هي الخامه تبعه؟ هذا الشغل من السماء، خاصه اكو بالاربيل والسليمانيه. فقط بمحافظتين صح؟ فقط بالاربيل والسليمانيه، هذا المد، هذا الماده الاوليه، هذا الحجر، هذا الحجر، هذا المن. هذا المد التراب بالفرص الخريف هذا ينزل. هذا بالفرص الخريف ينزل. نعم. هو التراب هذا يصير دبس، يصير هو تراب بس نكسره ويصير دبس، يصير دبس نخبطه ويا المكونات حتى يصير هذا المن، ونحشه بالفستق حلبي وبالهيلو وبالبياض البيض ومكونات. طيب فيني اسالك سؤال ثاني، يعني مثلا شو الفائده منه؟ يعني الفائده والله اني يعني سمعت بي يجون الزبون ياخذون يمنا مال الاطفال، مال النسوان زين للاطفال، يعني الحليب، الحليب زين، يزيد الحليب. شي شغلة يعني هيك صراحة لفت انتباهي، اجت شفت اشخاص بيجوا لعندك بيسألوا عن بدون شكر. ليش؟ بدون شكر، المادة الأولية هذا الدبس اللي مال العنب، دبس العنب أصفر، وعندنا بالفراولة اكو بالدبس تمر خالي من سكر، نهائيا ما بيسكر، حتى بالسكر يقدر ياكل منه.
يعني هلا فينا نقول للمشاهدين انه من للسماء كتار منهم بيجوا من برا اربيل او مثلا من بعض المحافظات او حتى السواح اللي خارج العراق، فبيجوا بيشتروا من السماء لانه كتير مهم، ومثل ما هو ذكر انه مهم للنساء وخصوصا النساء اللي بيولدوا جديد يعني يكون عندهم مثلا ضعف بالحليب. نحن اجينا لاقدم مكان اللي هو كباب نجار من اقدم المطعم بقيصريه القلعه، وافتتحت هذا المكان 1936 ولحد هلا الناس عم تجي عم بتزور هذا المكان. مثل ما انتم بتعرفوا اذا المكان تراثي حتى اذا اكل كان تراثي ولكن رح يكون عنده زباين كثيره، الشغلات التراثيه ابدا ما بتنتسى، فلهذا السبب نحن رح نروح لجوا نعمل معه لقاء لحتى نعرف بيا سنه صارت هذا المطعم بالتاكيد. سلام. مرحبا. اهلا مرحبا. انتم حاطين على العنوان برا 1936 افتتحت هذا المطعم، برايك يعني لحد هلا الناس عم تجي تزور هذا المكان التراثي؟ طبعا هذا المطعم يعتبر من اقدم مطاعم الاربيل بالنسبه لمطعم مال كباب. اي ناس وايد يجوا من بغداد، من موصل، من جنوب، من بصره، من عماره. ما زالوا الناس عم بيجوا لعندكم وعم نعم. ما اختلف طعمة الاكل اللي عندكم يعني؟ لحم، احنا نستعمل لحم عراقي. نعم. اي يعني حلال عراقي ومستمرين عليه. ما زالت الناس عم تجي تزوركم؟ اي على طول. انت صار لك كم سنه موجود بهذا المطعم؟ انا من 84 هوني، وقبله ابويا. وقبلك كان والدك؟ والدي. هاي صورتي. صورة والدك. يمكن انا عم اشوف انه في شغلات صور وكثير حلو. طيب انتم ليش يعني غيرتوا شكل المطعم؟ يعني قبل كيف كان وهلا شلون صار؟ قبل طبعا الدنيا تغيرت هسه. قبل كان هذا الشوايه كان هون برا. بس هسه لا، تغير على مود الدخان، ما دخان. وترتيب مال قعده تغير، قبل ناس كان بسيطه، ناس بسطاء، هسه لا، اكو رقابه صحيه، اكو رقابه مال مصايب السياحه وهكذا. انتم عملتوه للداخل لحتى ما تخسروا المكان التراثي اللي انتم من استلمتوه من اجدادكم يعني. خاطر ما نخسر سمعه المطعم وشهره المطعم. شكرا جزيلا لك. وعن جد يعني نحن صراحة أكلنا من هذا المطعم وشفنا أكلات كتير طيبة. تسلم يا رب. مرة ثانية تروح عندي. تسلم يا رب، شكرا كتير. زرزر سباس ممنون. أكيد مثل ما هو قال بسنة، شكرا كتير، بسنة 1936 افتتح هذا المطعم، ومثل ما أنتم تعرفوا أنه شغلات التراثية بتضل التراثي مهما صار أو تقدم الحياة أو حتى صارت الدنيا غير، أو خلينا نقول يعني مثلا التقدم بالحضارة. نحن حكينا عن شغلات كثير بالقيصريه، ولكن اكيد ما نسينا الجبنه الكرديه اللي بيصنعوها، بيضل مثلا في منهم بيقولوا بيصنعوها تحت الارض، في منهم بيخلوها لشهور تحت التراب لحتى مثلا تصير هذا الجبنه، في منهم بيقولوا جبنه كوتشري، وفي منهم مثلا جبنه عاديه، فاكيد انا رح اكل منه شوي لحتى اشوف طعمته. طعمته شوي غريبة بس طيبة صراحة. يمكن أول مرة إذا تذوقوها راح تحسوا في شيء غريب، بس هالمرة راح نروح لصاحب هذا المكان. مرحبا. يا هلا وسهلا، خذ ألف هلا بيك. تسلم يا رب. بس بدي أسألك، صار لك كم سنة موجود بقيصرية؟ تقريبا 55 سنة. 55 سنة. عمره صغير ويا أبويا كان هنا ويا والدي.
يعني من انت صغير موجود بالقيصرية وعم تشتغل بهذا بالجبنة والعسل وال عسل جبنة، هذا جبنة وشاري، هذا بيها زي يسمون، هذا جبنة وشاري، هذا بيها ثوم، هذا الحشيش ثوم هذني. بلي يعني جبت جبل هذا. في منهم بيقولوا مثلا الجبنة هاد بيعملوه تحت، خلوها تحت التراب، تحت التراب هذا الأصفر، هاي يخلون تحته برا، تخلون تحت التراب بالخريف يطلعون هذا. بلي وشغلكم هيك بيضل يعني مستمرين؟ مستمرين كل سنة هيك. وبما أنك صار لك 55 سنة يعني لحد خلينا نقول ل 60 سنة يعني حتى العسل كمان أنتوا عم تجيبوها من الجبال؟ خنديل هذا بالجبل، بلي هذا اللي كله جبلي، هذا هي يبين تماما. شو الغريب اللي أنت شفته بالقيصرية من 55 سنة لحد هلا؟ شنو يعني غريب؟ يعني الشغلات اللي مثلا تغيرت المكان. بالفعل هذا كان كله يبيعون جبن، هذا اللي أبو الكرزات هذا اللي، بس هسه قبل كان يبيعون جبن مثلي، شلون ابيع؟ بس هسه بدلوا كل، سووا كرزات ولقم وما لقم، هذا سووا الناس. ضليتوا انتم مستمرين على يعني مثلا خلينا نقول على الشغلات اللي انتم بيعوها من البدايه وما غيرتوها؟ ما غيرتها لا والله، لحد الان انا ضليت هاي مع المالي، هذا ظليت ساله من زمان هنا، انا من عمري 8 سنوات هنا لحد الان. الناس اللي بتجي من خارج الأربيل يعني من السواحل أوروبا، من بغداد، محافظات الباقية، بيجوا بياخدوا يعني ما بيستغربوا من الجبنة اللي مثلا مصنوعة من خلينا نقول من تحت التراب أو مثلا شغلات الغريبة؟ هذا كل محلي، هذا ما أكون معمله، كل هذا محلي يبوه، هاي جبنة كلها محلي، بس هاي جبنة حيل طيبة، ذوقها شوية طيب زبيرة. طيب وصح كثير، هاي يسمون جبن البيزة هذا، يعني أنا جبت الجبل بالزوزان بالحدود تقريبا. بلي طيب شو ليش عم بتحطوه بداخل هذا بالجلد؟ هذا ما يخرب. اي مثل الثلاجة يعني ما يخرب. لازم يكون بجلد الحيوان يعني؟ شوف هذا بجلد الحيوان، هم هناك نروح نشتريه هم بجلد الحيوان هذا. حتى لما تعملوه التراب بيكون بجلد الحيوان، تحطوه بداخل جلد الحيوان؟ هاي جلد التراب تحت التراب فرق بيها ويا هذا. هاي جبن يخلون بيها زي يخلون اي، بس بداخل الفخار ولا برايك داخل جلد الحيوان؟ جلد الحيوان زين. اي هو احسن شيء هذا. شكرا كثير لك، تسلم يا رب. يا هلا وسهلا. نحن هالمرة خلصنا المكان التاريخي، ولكن نحن اخترنا المشاوير يكون مكان ثقافي، وأكيد هالمرة اخترناها بمؤسسة ثقافية، وهالمؤسسة فيه كتير من الأقسام، منه قسم فني وقسم ثقافي وقسم من الأدباء والشعراء وكتير من الأقسام. ولكن مشاهدينا خليكم معنا لحتى نروح لداخل المؤسسة الثقافية ونشوف مؤسسة الجهان الثقافية شو جهزت لنا هالمرة، وأكيد نحن راح نختار بطريقة مو بس يعني الأقسام الفنية وإنما حتى الأقسام اليدوية كمان موجودة، فلكن خليكم معنا لحتى نتابع أكثر مع بعض.
نحن هلا بمكتب او ارشيف خاص بمؤسسه ثقافيه خاص بجيان، ومثل ما نحن عم نشوف كل الارشيف الموجوده هون ومشاوير كمان مو هينه ابدا، وانما اختارت تكون باقسام خاصه مثل قسم اللي نحن مثل ما قلنا لكم بالبدايه. وما زالت المؤسسه الثقافيه بتحب انه تقدم من المجتمع ثقافه المجتمع وتنميه المجتمع، فاكيد هالمره نحن رح نستقبل شخص اللي هو رح يحكي لنا اكثر عن هي المؤسسه الثقافيه وكيف بداياتها كانت لوين وصلوا وما زالوا مستمرين بهي المؤسسة الجميلة اللي كل الطلبة حابين يجوا يتعلموا فيها، وهو مهندس بدر رح يكون معنا بمشاوير. ومرحبا، كيفك؟ شرفتونا، يا اهلا وسهلا سيد، يا اهلا وسهلا بكم. نحن شفنا الجمال الموجودة بمؤسسة ثقافية، برأيك أنتو كيف بديتوا بدايات المؤسسة؟ من مين اجت الفكرة المؤسسة والتنمية خاص تنمية المجتمع جدا مهم وخصوصا بإقليم كردستان؟ يقع على عاتق دور الجامعات ليس فقط التعليم، ولكن يجب أن يكون هناك رديف به هو الرديف الثقافي. فانطلاقا من هذه الفكرة أسسنا المؤسسة الثقافية لجامعات جهان التابعة لجامعة جهان بعمل مركز ثقافي يضم ويشمل الكثير من الوحدات الثقافية والفنية والأدبية ليغطي مجموعة من الأنشطة الثقافية. نعم، نحن هلا بداخل الارشيف خاص خصوصا مكتبه الارشيف اللي موجوده بمؤسسه الثقافيه، برايك انتم ايمت بديتوا فيها وكم نسبه تعطي لهالمؤسسه؟ المؤسسه الثقافيه وخلينا نقول المكتبه المقر الرئيسي تقريبا انطلقنا من 2019 صارت فتره كورونا، بعد كورونا وقبل كورونا كان عندنا شغل، واثناء فتره كورونا هم اشتغلنا بعض الشغلات المعنيه بتثقيف المجتمع من الناحيه الصحيه. انطلقنا من 2017 باستضافات وعمل معارض نوعيه، ويمكن تطلعون عليها، هاي مجموعه من الانشطه اللي كلها اقمنا بها. ترجع الى التواريخ ونشوف هاي 2017 مثلا 2017 يبدو انه التواريخ كمان موجوده هنيك. يعني بفتره قصيره انتم ب 2017 بديتوا بهي المؤسسه، كل المكونات بظن موجوده عندكم بهذه المؤسسه؟ نعم، يعني نحن حاليا عندنا مثلا وحده جهان للسينما والمسرح، وحده جهان للفنون التشكيليه، وحده جهان عندنا ايضا للنحت والبرونز، وكذلك عندنا وحده للمطبوعات والمنشورات تشمل عندنا مجله ثقافيه ومجله معنيه بالفنون، اضافه عندنا مطبوعات اللي نعني بها من المطبوعات ادبيه وتراثيه، وعندنا انجازات كبيره من مثلها ترجمنا الارشيف العثماني لمدن كردستان. حلو جميل. طيب بما انه نحن شفنا كل الـ 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 الشغلات اللي موجوده، نحن لسه ما شفنا الكل، وانما الاستفاده اللي انتم شفتوها من الطلبه، يعني هل بس الاكراد الموجودين باقليم كردستان وانما بس فقط يعني العراقيين وكل المكونات الموجودين باقليم كردستان؟ نحن المشروع الثقافي هو مشروع عام مفتوح للجميع بغض النظر ان كان على الطلاب وإن كان على اللي من خارج محيط الجامعة، يعني على المجتمع المحيط، ومتنوع لكافة الثقافات ومتنوع لكافة الامتدادات، يعني على المواطنين من الإقليم وكذلك المواطنين من خارج الإقليم وحتى على مستوى الدول اشتغلنا يعني أيضا. جميل جدا، وخصوصا انه انا عم بشوف يعني التنميه اللي انتم اشتغلتوا عليه كان جدا مهم وتقدمت بفتره قصيره جدا. بس شو اقدم شيء انتم موجوده هون؟ اللي عندنا من الشغلات. اوكي يلا تفضل. يعني قدمنا نعمل مثلا ترجمه اللي معني به هو خلينا نقول اللي غزو المغول لقلعه اربيل والاسطوره اللي تدور حول قلعه اربيل، فعملنا ترجمه الوثيقه اللي تحكي عن تاريخ غزو المغول لقلعه اربيل والاتفاقيه اللي تمت وكيف قاوموا اهل اربيل، لانه حول اراء كثيره يمكن تتبعون هاي تشوفوها. هاي كانت ترجمه من الارشيف يعني جرد من الارشيف، ان حصلنا على هاي الترجمه باللغات القديمه الفارسيه القديمه والتركيه القديمه. تعذبتوا فيها لحتى يعني تعبر عن تاريخ حقبه تاريخيه جدا مهمه في تاريخها. اها، ولكن بطريقه مختصره ومفهومه جدا. وهاي الترجمه الحقيقيه لها، يعني ترجمة الوثيقة الحقيقية، وهاي التواريخ مالها يعني اشتغلنا عليها، الشغل كان كلش معني ودقيق لأنه توضح الحقيقة التاريخية
لهاي الدخول المغول الى مدينه طنجة. حلو جميل جدا. مثل ما هلا نحن عم نشوف الشغلات اللي هن خلوه كثير تاريخي، وانما الفلكلور الكردي ايضا هاي عملنا بفن الجرافيك، عندنا وحده فن الجرافيك توثيق الفن الكردي والمنقوشات الكرديه القديمه، بحثنا عنها ووثقناها باعاده احياء التوثيق الكردي. تلاحظون هاي كلها اعمال فلكلوريه معنيه مشهوره ولكن قديمه، نحن عملنا احياء باعاده فن الجرافيك. نعم كمان فعلا مبينه قديمه، واكيد يعني مثل ما هلا نحن عم نشوف يمكن في بعض الصور مموزين. اكيد هذه القضيه تاريخيه واللي كانوا من العشاق المعروفين الاكراد، ولكن هالمره انتوا خليكم معنا، نحن راح نستمر معكم باقسام اخرى بمؤسسه ثقافيه بجهان. هذا جاليري جيهان صح؟ الطريقة اللي هذا مثلا طريقة غريبة جدا، ليش شو معنات هالتراب والبيض؟ قدمنا نوع من الفن الحديث في جاليري جيهان، هو فن يحكي عن البيئة، الفن والبيئة بطريقة انستليشن ارت اللي استطاع ان يقدمها الفنان دانا، راح تقدرون تشوفوه بعد فترة. وينه فنان دانا؟ يا ريت لو تجي تتفضل لعنا. احكي لنا عن هي الفكرة من وين اجتك؟ يعني طريقة غريبة جدا، يعني ما أي حدا نفكر بيعمل هيك طريقة. أول شيء أشكركم على هذا المقابلة الجميلة. أهلا وسهلا. هذا الفن اسمه الخزف المعاصر. خزف المعاصر وهو كله كونسيبت، الفكرة الخزف المعاصر يعني فكرة، فكرة الحياة. ليش خليت أني بيض بداخل هذا؟ وثلاث انستليشن، ثلاث قاعات، ثلاث انستليشن. ليش خليت بيض أني؟ يعني إعادة الحياة، كل شيء بالبيض. إذا نتقرب أكثر رح يكون واضح أكثر هاي الفكرة. يعني نحن رح ننزل لتحت شوي. الفكرة أيمت أجتك؟ يعني أنت وقت فكرت أنك تعمل هاي تحكي فيها عن البيئة الحياة. تشوف هذا الكرة الأرضية شلون إحنا نشوف يوم ورا يوم يصير كارثات بالبيئة، مناخ، الجو، الجفاف مثلا، خصوصا هالفتره، اتمنى خصوصا هالفتره وجفاف الجو. مثلا نشوف الاغوار، جبايش بجنوب العراق شلون قطعه المي صار جفاف. بس انا يعني خليت البيض اعاده الحياه على هذا المناطق اللي صار به جفاف. لهذا القاعه انستليشن ثاني توضح اكثر. يا ريت لو نروح لهذاك المكان، يمكن هذا مبين عند المشاهدين انه مثل ما قال سيد دانا انه بيحكي عن بيئه الحياه، خصوصا باخر فتره مثل ما نحن شفنا الكوارث المناخيه اللي صارت بالعالم جميعا، يعني ليس فقط بالعراق وانما حتى وصل هي الكارثه لدول اوروبيه كمان. ولكن راح نكون معكم كمان مره لمكان ثاني. اها هي الفكره وصلت عن جد، يعطيكم العافية. طيب سيد دانا، يعني أنت هلأ عملت خطوات مراحل بعلبي الحياة اللي أنت مثلا عملتها بعملك اليدوي، يا ريت هاد تحكي لنا شو. كما قال مهندس هذا الأغوار جنوب العراق، أغوار الجبايج صار بي جفاف، جفاف يعني قطعة المي من الدول الجوار صار بي جفاف. هذا السيراميك، هذا خزف المعاصر، البيضات خليت بهذا كل المكانات. مثلا حتى الآن يجي الحيوانات، يجي الطيور نفسها، حتى يعني هناك ماكو إنسان، حتى ماكو ما يعيشون هسه انسان بهذه المناطق، راحوا هجروا. بلام نفس الوقت اكو حيوانات الطيور يعيشون بهذا المكان، يعني اعاده الحياه مره ثانيه طيب انا شفت بيضه هون مكسوره، وانتم يبدو انكم ما شلتوها، له معنى؟ حتما له معنى، له معنى مكسوره، يعني صار فراخ وطارت وراحت ويجون مره ثانيه يعيد الحياه من نفس المكان.
جميل جدا عن جد فعلا. يعطيك العافية. يا ريت لو كمان تساعدوني بالتصوير لحتى نشوف كمان ال تماما يعني هنا كيف نحيي البيئة من جديد. يعني الطيور المهاجرة بعد أن هجرت أوكارا وبعد ما هجرت بيئتها، كيف نرجع نحيي هذه البيئة؟ الفن هون هو رسالة إنسانية يعبر عن إحياء البيئة، إحياء الأرض، إحياء. حلو حلو جميل. نحن يمكن رح نروح لمكان ثاني كمان، يمكن المرحلة الأخيرة اللي هن كمان عاملين عن البيئة بالحياة. طبعا سيد المهندس بدر وأيضا سيد دانا كمان موجودين معنا لحتى يشرحوا لنا أكثر عن الطريقة اللي هن عملوا فيها، وخصوصا إعادة بناء الحياة بطريقة إنسانية رهيبة جدا ومعنى عن جد جدا عميق. فياريت شو الأشي اللي موجود هون، شو هاد؟ هذا همنا انستليشن ثالث، شلون نحافظ على البيضة بداخل الدواجن مالتنا، الموارد مالتنا اللي مو احنا نستردها من برا، مثلا نجيبها من تركيا من ايران، لا خليه داخل اقليم كردستان. يعني عندنا دواجنات هوايه، يا ريت يشوفون شلون نحافظ على البيضة حتى نصدر على القش، حتما حتى نصدر بالجنوب والوسط العراق. حلو جميل جدا الطريقة اللي أنتوا عملتوها بمراحل رهيبة، وخصوصا المرحلة الأولى اللي نحن شفناها ومرحلة الثانية ومرحلة الثالثة. فبتمنى يعني أنتوا كمان شوفوا هاي الفكرة التنمية اللي توصل للناس بشكل عام عن جد. يعني حتى الطريقة وخصوصا المكان فارغ جدا بطريقة معينة لحتى توصل المعنى أكثر للعالم، وخصوصا المؤسسة الثقافية بيشتغلوا بطريقة تنمية بشرية وليس ثقافية فقط. فياريت لو شوفها كمان بطريقة أحلى. هالمرة رح نروح لقسم آخر واللي هو من آلاف السنين لحد هلأ الناس عم تستخدمه وتصنع منه أشياء وأشياء. هالمكان هو مكان الفخار اللي من أيام الزمن السومرية وأيضا بلاد الرافدين، ولحد هلأ الناس صار تستخدمه كمهنة وكهواية. خليكن معنا لحتى نروح لهنيك ونشوف شو عم بيصنعوا لنا شغلات، وكل صناعة بيفرق عن الثاني وإلها معنى خاص، ولكن خليكم معنا. مثل ما هلا نحن جينا لداخل المكان او قسم خاص بالفخار وايضا بالسيراميك، انتم مثلا هون عم بتشوفوا في باقي الالوان اللي موجوده هون، الجماعه كثير مهتمين بالحرف اليدويه. انا كمان يمكن احاول شوي اني ساعد الصبايا كيف اني عم يعملوا حرف يدوي، لانه صراحه انا من عشاق اعمال اليدويه، وخصوصا الواحد اذا بيتعلمها ابدا ما انا او ما رح تندم ابدا اذا تعلمتوا حرف اليدوي. انا حشوف الصبايا شو عم بيعملوا. في صبيه هون عم تعمل بيت ولكن بوش. سلام، هذا شو معناه؟ هو بيت القمر، هذا شكل قمر المفروض، اذا شايف هذا الايموجي مال قمر، فهذا بعدين راح يتلون، راح يكون فكرته بيت القمر، لسه ما كامل الشغل بس هو هيك. يعني كثير حلو الفكره، انت اللي عملتي بيت القمر؟ مستوحاه من فد عمل موجود بس جاي اضيف اضافات يعني عليه.
حلو، جميل جدا. مثل ما هلا نحن عم نشوف هون الصبية عم تشتغل شيء يدوي خاص، وهو بيت القمر، له معنى خاصة، ولكن بالطريقة اللي هي اللي عم تعمله كتير حلوة، وأنا يا ريت مثلا أتعلم منكم هيك شغلات. حبيبتي يعطيك العافية. صبية تانية كمان هون عم تعمل شيء آخر اللي هو مثلا مثل خاص ب خلينا نقول مزهرية. سلام يا رمتي بدم، خليني ساعدك شوي. شيء كتير حلو صراحة العمل اليدوي، أنا بالنسبة لي أنا رح أتعلمه، بس مو هلأ، شوي شوي. أو فكري تشيا إذا كده بتشي من ظهرت لناكم. أنا ما رح أضغط عليك أبدا، لكن عم بتقول الفكرة هي فكرة مزهرية عادية وتحب تلون فيها شغلات تانية. دست تخوش بزورزور سباس، ممنون. في بعض الأشياء أخرى موجودة هون يعني، ولكن مثل ما احنا ذكرنا كل شيء له معنى خاصة. احنا رح نروح للداخل رح نشوف شو شغلات بداخل هون. كمان بيعملوا الفخار اللي موجودة هون، هن بيعملوا بيعمل يدوي خاص. كمان موجود معرض خاص، معرض خاص من التحف، من اللوحات التاريخية، من شخص، من شخصيات تاريخية أيضا. يمكن السيد بدر كمان معنا بكل قسم بكل مكان. سيد بدر، شو عندك فكرة حلوة مثلا من الأعمال السومرية؟ وحدة السيراميك والفخار والخزف، قمنا على عمل توثيق الحضارة ما بين بلاد ما بين النهرين. أغلب المشاهد المعمارية والحضارية، بتمنى الكاميرا كمان تجي تصور هون لحتى تشوف الحرف اليدوي. أغلب المشاهد الحضارية والمعمارية الموجودة من مشاهد حضارة ما بين بلاد ما بين الرافدين، عملنا على توثيقها وإعادة إحياء من جديد، خلينا نقول بشكل فخاريات، خاطر السواح والزوار يتعرفون على ما عندنا من مشاهد ومن لقطات تاريخية وتراثية وأثرية. تماماً، الشغلات الأثرية كتير حلوة، خصوصاً الحلو بالمؤسسة الثقافية أنه ما زالوا يعلموا طلبتهم على التاريخ السومرية، لحتى الناس كمان ما تنسى التاريخ، ويضل التاريخ ذكرى خاصة أو أيضاً بالذاكرة وما تنتسى. سيد بدر، نحن رح نطلع لمكان آخر، ونتمنى أنه المصورين كمان ما يقصروا المكان اللي هون. نحن رح نقرب عليه اكثر، يمكن هو عم يعمل شيء خاص. نعم، استاذ شكر هو هنا يعلم الطلاب، يعلم الزوار على فن السيراميك والنحت. حلو، جميل. نحن رح نتقرب اكثر، رح نتقرب اكثر كيف هو بيعمل. ولا والله يعني انا كنت حابه اني اتمنى اعمل مثله، يعني هو كيف بيعمل هيك شغله وكذا هيك، يعني يا ريت اعملها. Yeah.
احنا شفنا الحرف اليدوي اللي موجوده بالمعرض، ما شاء الله الشباب كمان ما زالوا مستمرين بالغناء، حلو كثير. احنا هالمره رح نروح لمكان ثاني اللي هو مكان الرسم، يلي كثير منهم بيحبوا هيك اماكن، اللي بيحبوا مثلا بيشوفوا الرسوم، معاني الرسوم. تعالوا معي لحتى نشوف شو في بداخل هذا المعرض. نحن هلا صرنا بداخل المعرض، بكل رسمه وله معنى. نحن راح نروح لعند الرسامه اللي هلا عم ترسم. مثل ما انتم هلا عم بتشوفوا كمان المعرض كثير كبير، له يعني له معاني خاصه، له روحيه خاصه. هلا الصبيه هون اللي عم تشتغلنا برسمه مباشره، يعني سيد بدر، انتم ايمت بديتوا بافتتاح المعرض الرسم؟ هو اول من انطلقنا بتعليم فن الرسم والتشكيل وفن الفنون اللي خلينا نقول الرسومات والالوان، بالتعاون مع استاذه اكاديميه ست ساره، اتعلم الطلبه وتعلم الزوار على تقنيات الرسم وتقنيات الالوان وطرق الرسم الحديث والمعالجات الحديثه طبعا. وتشوفون هاي الرسومات هي نحن شاركنا بها معارض محليه وخارجيه ايضا، ومن المعارض بها تكنيكات حلوه جميله بمساعده مجموعه من الفنانين مع ست ساره، اقمنا كثير من المعارض. وست ساره ايضا تقدم تعلم الطلاب شلون يقدمون يهيئون نفسهم لعمل معارض فنيه وتشجيعيه. طيب شو اكثر رسمه لها معنى خاصه؟ يعني انا مشوف انه الرسمه محسا امينه، يمكن هاي تكون اخر رسمه انتم عملتوها، جن جيان ازادي. نعم، هاي مثلا قضايا المراه، وكذلك وثقنا طبيعه كردستان، هاي توثيق هاي مشاهد طبيعيه وثقنا طبيعه كردستان يمكن تشوفوها، وبلوحات كبيره، وهاي الفلكلور الكردي طبعا كلها مشاهد من خيارات ست ساره. شوف هذا تقنيات لتوثيق لطبيعه كردستان ولوحات اخرى. وهنا عندنا نقدم للطلبه الكونفاكس، ونقدم لهم الالوان، ونقدم لهم التدريب الرسم، ونحييهم خطوه بخطوه لكي يكون عندهم القدره على الرسم والمعالجات الفنيه. حلو، بس انا رح اسالك سؤالين لحتى نختصر الوقت. هي الصوره لها معنى خاصة؟ لا للعنف العنف ضد المرأة. لا للعنف ضد المرأة، تحكي عن قضية لا للعنف ضد المرأة. Thank you.
وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، أكيد مشاويرنا ما خلص هون، في مفاجآت تانية بمشاوير. دمتم سالمين مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.